استحق مؤسس تيار الوفاء الإسلامي عبد الوهاب حسين لقب مفجر الثورة، حيث كان من أوائل المعتصمين في يوم 14 من فبراير حين توجه لموقع الاعتصام بعد صلاة الفجر. حرص عبد الوهاب على ترسيخ المبادئ الثورية والمفاصلة الكاملة مع نظام الحكم الدكتاتوري حتى إسقاطه، حين أطلق وصيته الأساس التي حذر فيها البحرانيون من القبول بملكية دستورية. اذكروني وترحموا علي، اذا اصريتم على اسقاط النظام فسوف تجدون ذلك حقيقة قائمة بالفعل. واذا تخليتم عن هذا المطلب فلن تروا مملكة دستورية ولا بأي حال من الأحوال. سوف تكون هناك مجرد إصلاحات سطحية ولن تتحقق المملكة الدستورية. نظام الحكم عمد إلى الانتقام من عبد الوهاب، فقد تعرض مع رفاقه لأبشع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي بعد اعتقاله في منتصف مارس 2011، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية في ظل مماطلة السلطات تقديم العلاج المناسب. الجماهير البحرانية استمرت في التظاهر للتضامن مع عبد الوهاب، فقد نظمت عشرات الفعاليات بعنوان أبو حسين نور العين في عشرات البلدات، من بينها العاصمة المنامة وسترة والنويدرات وتوبلي والدير والسنابس وجلحفص. كما ندد المتظاهرون باستمرار السلطات في احتجاز جثمان الشهيد عبد العزيز العبار، وطالبوا بتسليمه إلى أهله كي يوارى الثراء. من جهتها عملت قوات النظام إلى قمع المسيرات والتظاهرات بالرصاص الانشطاري وإغراق الأحياء السكنية بالغازات السامة والخانقة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينها وبين المتظاهرين. وقد أظهر مقطع مصور أحد عناصر قوات النظام وهو يطلق الرصاص مباشرة نحو شاب رفع علامة الناصر في بلدة الدراز.